اهلا بيكم وحلقة جديدة وسر جديد من اسرار اياحة. النهاردة معانا سر من اسرار اياحة. هو مكان بيجمع اثار كتير قوي، وكمان بيقولوا عليه ان هو سوق تجاري. تفتكروا هو ايه؟ طبعا ما فيش غيره، هو شارع المعز اللي موجود في وسط مدينة القاهرة. طب خلينا بقى نعرف ايه حكاية شارع المعز ده وايه قصته. شارع المعز ده في الاساس اتسمى شارع المعز نسبة للمعز لدين الله الفاطمي، اللي بيعود اصله اساسا لجزيرة صقلية، لكن هو في الاساس اتولد في المدينة المهدية سنة 319 هجريا، واتنسبت ليه القاهرة المعزية. المعز لدين الله الفاطمي بويع للخلافة من المغرب، وكان أول خليفة فاطمي يدخل مصر بعد فتحها سنة 358 هجرية. شارع المعز موجود في منطقة الأزهر في وسط القاهرة. شارع المعز يعتبر من مكان أثري وسياحي كبير قوي، وكمان يعتبر سوق تجاري مفتوح، والأثريين أطلقوا عليه أن هو سوق، أو أن هو متحف للآثار الإسلامية، لكن متحف مفتوح، وده أكبر متحف موجود في العالم كله. طب ليه هما سموه كده أو أطلقوا عليه كده؟ لأنه محتفظ بالأبنية الأثرية من قديم الأزل لحد الآن، مع أنه الشارع ده يرجع إنشاؤه لإنشاء مدينة القاهرة سنة 969 ميلاديا. شارع المعز بيحتوي على ثلاث أبواب مهمين قوي. أول باب فيهم هو باب الفتوح. الباب ده بيبعد مسافة قصيرة قوي عن باب النصر، والباب ده بيعتبر واحد من بوابات أسوار القاهرة التاريخية. الوزير بدر الجمالي أنشأ الباب ده عشان يقدر يسيطر بيه على مداخل القاهرة الفاطمية، وتم إنشاء الباب ده من الحجر، وهو عبارة عن برجين، كل برج ليه وجهة مستديرة، وكتلة المدخل هو تجويف بين البرجين. تاني باب بقى هو باب زويلة، والباب ده موقعه في نهاية شارع المعز لدين الله الفاطمي من الجهة الجنوبية أمام جامع الصالح طلائع، واللي أنشأ الباب ده برضو هو الوزير بدر الدين الجمالي، ويرجع اسمه أو تسميته بهذا الاسم إلى قبيلة زويلة. طيب قبيلة زويلة دي إيه هي؟ هي واحدة من قبائل البربر الوافدة من شمال أفريقيا. باب زويلة ده أطلقوا عليه العامة بوابة المتولي. باب زويلة هو الباب اللي اتعلقت عليه رؤوس رسل هولاكو قائد التتار. ثالث باب بقى وآخر باب هو باب النصر، وهو واحد من أهم وأشهر أبواب القاهرة الثلاثة المشهورة. وباب النصر اتسمى بالاسم ده لأنه هو كان الباب اللي بيدخل منه الجيوش وهي راجعة من المعارك بالنصر، وعشان كده سماه الوزير بدر الدين الجمالي بباب العز. ومع ذلك برضو كان مصمم المصريين ان هم يطلقوا عليه باب النصر، والحد الان اسمه باب النصر. ده غير كده ان شارع المعز ده فيه ابنية كتير جدا، ومدارس ومساجد واثارات كتير قوي، وفعلا صدقوا لما اطلقوا عليه ان هو متحف اثري كبير مفتوح. والحد الآن موجودة المباني دي محافظة على تراثها ومحافظة على شكلها. وشارع المعز لغاية الآن بيتميز بطابع أثري وكمان ترفيهي وكمان سوق تجاري كبير قوي. ومش بس بنزوره في شهر رمضان في أجواء شهر رمضان أو في احتفالات شهر رمضان، لا كمان ده طول السنة شغال على الوافدين الأجانب كمنطقة أثرية كبيرة وسوق أثري كبير قوي في وسط القاهرة المعزية. كده نبقى احنا نهينا حلقتنا النهاردة في سر إياحة. استنوني في حلقة جديدة من سر إياحة، وما تنسوش اللايك والشير، ورأيكم بيكمل رأينا، وهستنى رأيكم في الكومنتات. ولو عايزين نتكلم عن حاجة معينة من التراث الرمضاني اكتبوا لنا في الكومنتات، وأكيد هنتكلم عنها.